السلام عليكم. هذه بارتنر، دوك عندنا واحد المشكل ديال الصفار، يعني هنا من جهه الكروة، يعني فوق الدراماج كتسمع واحد الصفار، يعني كاين هذاك الصفار اللي كتسمعوا من يلا درتي امارش ديال الكروة، مي هذا يعني كونتيني ما كيحبش. دونك لقينا واحد طوندور ديال الكروة اللي هو هذا، يعني هذا هو اللي فيه مشكل. يعني هذا باش كعرفوه ميت، كتجي هنايا، هنايا كتكون واحد الفتحه هنايا، يعني كيكون واحد السباس بين هنا وهنا، ماشي بان لكم هنا، تيكون واحد السباس بين هذا وهذا، يعني انفو تيتزا هنايا صافي كيموت، يعني كيتحك هنا هذا مع هذا. نوريكم جديد، نشوفوا معايا جديد كاين الفرق. هنا كاين واحد السباس كيبان لكم، شتو هذا؟ لا مفيش، يعني شوفوا الفرق، يعني انفو تز هنايا عرف بلي راه صافي، راه دوز وقته. ان شاء الله نبدل الكروات، هي لقينا يعني مقوله شويه نبدلها. دونك حلينا قلبوا المسائل كامله، قلبنا يعني لقينا الكروه وهاد الطوندور هذا، يعني نركبوا ان شاء الله، توكلوا على الله. دونك هنا ركبنا الطوندور اللي هو هذا، ركبنا الكروة ديالنا، يعني ملي كتبغي تركبها عندك هنا الطوندور كطوندي هذا سرت 15، ملي كتخلي له واحد الكيب كاين هنايا وهذا، كتخلي له حتى كتلح الكروة كتيري هذا كتحيدو.